عليكم. الكنائس هذا المساء هذه 8:05 و6 دقائق دابا ولات حرارة 36 درجة. غادي نمشيو للهديم، قالوا لي الساحة ديال الهديم فتحات حلوها خلاص، حيدو دوك لي باريير باش كانوا شادينها. هذا شارع محمد السادس مرجان، هذه فلورنس على اليمين. بلاك إيريس على اليسار. هذا المنصور، غادي ندوزو على زين العابدين و نحط السيارة في لالا عودة ونصور بالتليفون، نصور على رجلي. ناخذوا بعض اللقطات على ديك الساحة. المغرب دابا باقي لها اقل من نص ساعة.
مقدسة مبروكة كيكون عامر في العشية. دايرين هنا الافوار زي العابدين زيدي زيدي
الصحراء مفتوحة، كاين الحلاقي، كاين داك اللي كيلعب بالقصب، أنا نصورو لكم، تيديرو داك الخيط بالخيط بالقصبة، يمكن تيعطيهم واحد الدور وتيبداو يهبطو على القراعي، اللي يهبط على شي قرعة تيربح شي حاجة، ديك داير لهم الربحة. ندخلوا للعودة، نخليو السيارة في للعودة، واخا هو في الخرجة خصنا نخرجو من الجهة الأخرى. شي بلاصه ولا والو؟ للعودة عامرة دابا ما عندناش كنديرو، نرجعو لزين العابدين لاخاش عندنا سونس انتيردي باش ندورو نرجعو للهديم، خصنا الا خرجنا ندورو لجهة روامزين. الدراري كيلعبو كرة هنايا، هنا شحال هادي كان هادشي كلو تراب، كانو تيلعبو كرة هنايا، واحد الوقت ولاو تيلعبو التنس. عامرة قضية، ما تقولي احسن هنا وصافي. 36 المغرب بقات لها 16 دقيقة، هادي 28 دقيقة، 20h20 اليوم الاثنين، اليوم 22 شهر 7، حرارة هبطت ل 34، الناس مورايا تقلقوا، هادو اللي القدام راهما ساقرين. دابا تي بلاصيو فين ما طلع، المهم يخليو الطريق دوز والسلام. قد
دوش البلاصه تما تقدوش للدريبة هذيك الدنيا عامرة هذي الطريق عامرة الدنيا هنا ضربناها بحبل هذا دي يخرج خليوها هنا مارشير تبارك الله عليكم السلام عليكم.